الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مرحبا مرة أخرى، كمرحبا بارحة في دار الطالب، مرحبا أخرى في داركم الثانية وهي دار الطالبة. فهذا التشارك جميل جدا، كل ما كانت اليد في اليد إلا كتكون نتيجة طيبة، فتكون هذه البداية ونستمر فيها إن شاء الله. وشكرا ومرحبا. لكن نحسبه بالفرحة يمشي، بالفرحة يمشي يغني ظلم وبليل العمر، ظلم وبليل الحرية. هذه المؤسسة التي تحتضن أجيال الغد، حيث وضعت لهم الفرحة من طرف الشعراء والشاعرات، وكانت مخللة بقصائد غنات من طرف فنان بودويل. سيحمل هؤلاء البنات هذه الفرحة والسرور دائما معهم، وربما تدفعهم إلى الغوص في عالم الفكر والاطلاع والقراءة والمثابرة للوصول للاقتداء بمجموعة من الفنانين والشعراء والشاعرات. وأتمنى أن تعاد وتكرر هذه البادرة الحسنة التي تقام لهذه المؤسسة، لأنها مؤسسة اجتماعية. يا دارا أويتني ومن قسوة الزمان حملتني، يا أما عطوفة بالحب احتضنتني، يا ثديا معطاء إن قلبي مسجون بهواك، لن أنساك ولو انتقل القلب حضن الذي أعطيتني، قد شفت الأقلام وعجز الكلام عن وصفك. في يزال براعمك تتفتح وتتزين من أجل الدراسة وتعمير العقول، أملي الوحيد هو رؤية هؤلاء الأبناء في أبهى حلة وصور، وهذه أمنية كل امرأة. حلمي أن ألمس وأصل للقمة، ولا زلت أنتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر. على رسول الله محمد صلاة الله، على رسول الله محمد العربي، الله الله محمد الهاشمي، الله الله محمد العربي، الله الله يا أهل الإمام يا فاطر استفدنا من هذه الايام الثقافيه مجموعه من الحوايج، تعرفنا على بزاف ديال الحوايج وبدلوا لينا الروتين ديال القرايه، لحقاش الضغط ديال الامتحانات وهذا الشيء، وكنت كنا مزيان بغينا هذه الامسيه تكون، وكنتمناها تكون عاوتاني ان شاء الله مره اخرى. اتقاسم اليوم معكم ومع ابناء جيلنا العظيم، واقول وشحال ضاقت بي الحوال، وما زلت نتوجه في المحال، اش منهار تزول منه الوحال، وتخرج ذيك الاحلام اللي عيات وملات من الوهام. ضنيت ضيعت كلامي هو بشكوى فيه، ضنيت طيحت من الشبال العالية الشوق الدافي، عشت في فدانك العريضة، حطيت كلامي في كلامك المركوب، لحت الباس الحرف فضياك مشات الهموم. أنا بي يا
ألم. هو وجع لك الأوجاع، هو مخاض عسير تصعب به الولادة، متوهج قواره، هو ذا النداء الأشهى يسري في خواصر اللغة المهتاجة. لهواء يا حبيبتي من الشمال خادم يصنع الحياة ويعجن للفقراء خبز المساء، أو يمنح للحالمين قليلا قليلا من الحلال يقولون. سعيد اليوم تواجد ديالي في دار طالبة الحضور قراءة شعرية اللي كان جميلة جدا، يعني وكان كذلك غناء جماعي للطالبات والطلبة هنا في اختتام الأمسية لمنتصبي القامة. أمشي نتمنى أنهم يبقوا منتصبي قامة إن شاء الله تعالى في الحياة ديالهم ويكون نجاح حليف ديالهم. وكذلك كانت أغنية جميلة اللي هي العيون عينية، يعني انتهى سلوا بها الأمسية اللي هي أغنية وطنية، وهذا كان جميل جدا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.